المهرجان الثالث لمجموعه الي ظاهره المجموعات اللي هو الان انتم كتعيشوا معنا اليوم الثالث منه في هذا الفضاء اللي سميتو فضاء بالشر خير واللي كنا كنسميوه قبل ديور الشابو. فهذا الفضاء له رمزيته، ولهذا سعت مقاطعه الحي المحمدي برئاسه السيد يوسف الرخيص على استثمار رمزيه هذا الفضاء في تنظيم هذا المهرجان، لان هذا المهرجان هو واحد المهرجان اللي هو يعني يعيد الاعتبار للمجموعات الغيوانيه، الظاهره الغيوانيه، ظاهره المجموعات، الحركه الغيوانيه، الحركه المجموعاتيه، كل اسماء تصب في اتجاه واحد وهو الحفاظ على الارث اللامادي اللي كيرجع عليه الفضل كل الفضل لهذه المجموعات الرائده اللي كانت السبب فيه، وهي اللي نشاته، وهي اللي رعرعاته، هي اللي كبرته. كنبداو من الناس الغيوان، وكندوزو لجيل جلاله، وكندوزو لتكادا، وكندوزو للمشاب، وكندوزو للسهام، وكندوزو للمسناوه. هذه المجموعات الرائده. وايضا كما شفتوا ايضا معنا مجموعات الشابه اللي هي الضامن للاستمراريه، وهذه الاستمراريه هي الهدف الاساسي ديال هذا المهرجان، لان ما يمكنش يكون هذا المهرجان الا ما كناش نتطلعوا الى المستقبل، نتطلعوا الى الاستمراريه، نتطلعوا الى معانقه الاجيال لارثها اللامادي، لموروثها الثقافي والفني الاصيل. هذا ما تسعى اليه المهرجان ومنظم المهرجان ومقاطعه الحي المحمدي. لاحظت ان هذه الجماهير راه فيها الاطفال، فيها اليافعين، فيها كل جهه باش تستمع، باش تستمع، لان هي محتاجه في ظل هذه الطفره الالكترونيه اللي خلت ان التفاهه يعني تحيط بها من كل جانب. اذا باش هذه التفاهه نواجهوها ونتصدوا لها، لابد من هذه المهرجانات، ولابد من هذه اللقاءات الثقافيه والفنيه، واللي هي كتسوق عبر الوسائل ديال المواقع الالكترونيه، عبر الصحافه المكتوبه، عبر الصحافه المرئيه، عبر الصحافه المسموعه، وايضا عبر وسائل الاعلام البديل اللي هي فيسبوك وتويتر وتيك توك، وهذا الشيء اللي كيستعملوا يعني الشباب ديالنا. فمن خلال هذه المنصات كنطلوا بهم هذا المهرجان باش على الاقل الودن تحيد منا ذاك النشاز ديال اشكال اخرى، اشكال اللي لا تمتح من موروثنا، لا تمتح من ثقافتنا، ولا تمتح من فننا الاصيل اللي هي تسوق للتفاهه. السهام، شكرا للموقع لموقع نيشان الان على حضوره هذه اللمه الغيوانيه الفنيه الابداعيه في الحي المحمدي.
الحي المحمدي الذي يلتئم حول ظاهرته التي انجبها وانجبها ابناؤه في بدايه السبعينات ولا زالت مستمره الى الان. فتحيه لكل الرواد الذين حجوا من مجموعه ناس الغيوان، مجموعه جيل جلاله، ومجموعه المشاهب، ومجموعه مسناوه، ومجموعه تقدى، الى جانب مجموعتنا مجموعه السهام لإنجاح التظاهر، وكذلك المجموعات الشابة التي جاءت لتؤسس هذا الفضاء ولتساهم في إنجاحه. تحية لأبناء المحمدي الحي المحمدي وعلى رأسهم مقاطعة الحي المحمدي الذين سهروا على إنجاح هذا اللقاء الفني السنوي، ساهموا فيه بكل مجهوداتهم. والشيء الجميل والجميل جدا على أن يكون أبناء الحي المحمدي هم مديرو ومن الظاهرة كذلك هم مديرو هذا اللقاء المتميز. رشيد بطمة كمدير فني ورشيد المخرج، رشيد زكي كمدير إداري. تحية لأبناء الحي المحمدي، وإن شاء الله ستكون السنوات المقبلة حافلة بالعطاءات، عطاءات هذا اللون الغنائي، وستكون الأيام المقبلة إن شاء الله أكثر اهتماما بهذا اللون، أكثر اهتماما بهذا اللقاء الفني الثقافي الذي نود منه أن نبقى سنويا، ولما لا على طول السنة في مؤسسة تضمن له استمراريته وتضمن له بقاءه. فتحية للفنان الكبير الذي أطلق اسمه على هذه الدورة، أخي والصديق والأب الروحي للمجموعات الفنان عمر السيد. وتحية كل الذين رحلوا من هذا اللون الغنائي، وتحية كل الذين لا زالوا يقاومون ويساهمون من أجل إنجاحه. وشكرا لكم على المتابعة وعلى مواكبة هذا اللقاء. السلام عليكم، معكم عبد الفتاح الدرازي عضو مجموعة مسناوة. احنا جد سعداء بتواجد ديالنا في النسخة الثالثة من مهرجان ظاهرة المجموعات. هذا المهرجان هذا ولله الحمد أعطى إضافات كبيرة للظاهرة بفضل الإخوان والمجموعات اللي حاملين على ظهرهم استمرارية هذا اللون الغنائي. وكنشكروا كذلك المجلس الجماعي للحي المحمدي على رأسهم السيد الرئيس، وكذلك كنشكروا جميع الإخوة الفنانين أو المنظمين اللي خداوا على عاتقهم إنجاح الدورة بكل المعايير. كنشكروا كذلك الجمهور ديال الحي المحمدي، الجمهور اللي عطى الظاهرة وعاون الظاهرة بالتشجيع ديالو يعني بالتتبع ديالو. ونتمنوا إن شاء الله تدوز سهرة جميلة كما عهدنا. كما كرواد ديال الأغنية الشعبية أنا بحي المحمدي، واش كاين الخلاف؟ ولله الحمد كما قلت من الأهداف الرئيسية ديال هذا المهرجان هذا أن هاد الرواد هادو هاد اللون ديال ظاهرة المجموعات يعني ما ينقرضش، ولكن ولله الحمد كاينين إخوان تبارك الله عليهم مبدعين فنانين اللي واخدين على عاتقهم استمرار بهذا اللون.